ازاي احول بي دي اف فايل لوورد فايل واعمل اديت عليه بطريقة مجانية. الموضوع ده طبعا مهم جدا، وعشان تعرف قد ايه هو مهم وناس كتير بتسأل عنه، لو دخلت على جوجل سيرش وكتبت بس كلمة convert هتلاقي اول نتيجة بحث ظهرت لك ايه، convert بي دي اف تو وورد. معنى كده ان في ناس كتير بتسيرش عن الموضوع ده. طيب نعمله ازاي؟ هفتح الوورد فايل، ولكن بشرط الوورد ده يكون من اوفيس 2013 فما فوق. قبل 2013 مش هتعرف تعمل الكلام اللي هنقوله دلوقتي حالا، اللي هو ايه. هدوس على فايل وهقول له open، وبعدين براوز، وبعدين اشاور على البي دي اف فايل اللي انا عايز احوله. اهو في بي دي اف فايل اهو جوه كلام، افتحه من هنا. الوورد هيبعت لي الرسالة دي اللي هي بيقول لي word will now convert your PDF to an editable word document. هقول له اوكي. هلاقي البي دي اف فايل اتحولت لوورد فايل. مش بس كده، ممكن اديت فيها، امسح، اضيف، اعمل كل اللي انا عايزه زي السكينة في الجاتو. ولما اجي اسيف اقول له فايل سيف از، هسيفها مثلا على الديسكتوب، هسيفها بقى ايه كوورد فايل. يبقى انا كده نجحت ان احولها من بي دي اف فايل، اغير اسمها مثلا، نسميها بي دي اف تو وورد مثلا. يبقى انا كده نجحت ان احول من بي دي اف لوورد بمنتهى السهولة واليسر والبساطة. طيب العكس بقى اعمله ازاي؟ يعني لو انا عندي وورد فايل زي ده كده، وورد فايل عايز احوله لبي دي اف فايل، اعملها ازاي؟ هفتح الوورد فايل ده وهاجي اسيف، اقول له فايل واقول له سيف از على الديسكتوب مثلا، وهاجي في الحتة بتاعت السيف از تايب دي اغير الصيغة بتاعت، او هشاور على البي دي اف. معنى كده ان انا بقول له سيف لي الفايل ده بصيغة البي دي اف، وهسميه مثلا ايه، هسميه بي دي اف تو، واقول له سيف. هلاقي الفايل اتسيف بصيغه او بالاكستنشن او بالامتداد بتاع البي دي اف. بس كده. وكالعاده برضو لو حد عنده اي سؤال او استفسار ياريت يسيبه في الكومنت تحت. شكرا